الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أمر عباده المؤمنين بالدعاء ووعدهم بالإجابة، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني في الله، أنعم الله تعالى علينا بنعمة عظمى، ألا وهي نعمة هذا الشهر العظيم، هذه المنحة الربانية من الله جل وعلا والمكرمة الإلهية منه سبحانه وتعالى. فحري بنا أن نسأل الله عز وجل بصدق ما نريد في هذا الشهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الدعاء يستجاب في هذا الشهر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات لا ترد منهن دعوة الصائم حتى يفطر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: للصائم دعوة عند فطره لا ترد. ومن تأمل إخواني في الله يجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر آيات الدعاء بين ثنايا الصيام، فقال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون. ثم قال بعدها: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فإذا علم المسلم أن الله سبحانه وتعالى أمره بالدعاء ووعده بالإجابة، فإنه حري أن يسأل الله بصدق ما يريد. وإذا علم أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، رب كريم رحيم، أخبر عن نفسه بأنه قريب، فحري بكل مسلم أن يدعو الله عز وجل. إخواني في الله، في هذا الشهر المبارك رسالة إلى كل مهموم وإلى كل محزون ومريض ومديون وصاحب حاجة، أن يسأل الله سبحانه وتعالى حاجته في هذا الشهر الكريم، وينطرح بين يدي الله ويتذلل وينكسر بين يدي الله الواحد الأحد، ويسأل الله سبحانه وتعالى بصدق، فإن الله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. وينبغي للمسلم إذا سأل الله أن يتأدب بآداب الدعاء، سواء في رمضان أو في غير رمضان، أن يرفع يديه إلى الله عز وجل، مما يدل على الذل والانكسار والافتقار إلى الله عز وجل، وقبل ذلك إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، ويرفع يديه إلى الله سبحانه وتعالى ويلح على الله في الدعاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الملحين. وأن يكون على طهارة ويستقبل القبلة ويتحرى الأوقات الفاضلة التي يستجاب فيها الدعاء، وخاصة في الثلث الأخير من الليل الذي أخبر الله سبحانه وتعالى أنه ينزل في الثلث الآخر من الليل، فيقول: هل من سائل فأعطيه سؤله، وهل من مستغفر فأغفر له، وهل من داع فأعطيه. فإذا علمت أن الله سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الأخير نزولا يليق بجلاله وعظمته، فإنك تسأل الله سبحانه وتعالى بصدق، وتسأل الله سبحانه وتعالى حاجتك، وتنطرح بين يدي الله سبحانه وتعالى، وتسأل الله سبحانه وتعالى من خير الدنيا والآخرة، وخاصة في العشر الأواخر في ليلة القدر التي أخبر الله سبحانه وتعالى أنها خير من ألف شهر. قال الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه الليلة المباركة حري بالمسلم أن يتضرع إلى الله ويسأل الله سبحانه وتعالى من خيري الدنيا والآخرة، ويسأل الله سبحانه وتعالى ما يريد. فالله سبحانه وتعالى لا راد لما أعطى ولا معطي لما منع سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا وسائر أعمالنا، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.